هاجي. ايوه يا علي الحاني، انا موتت واحده. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا وليه، طول عمرك مفتريه. ايه انت قتلت؟ طب ما تهرب يا حاني. اخرس انت. لا 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 لا، اسم ايه؟ ولا مستشفى. استنى لما اجيلك، اوعى تتصرفي في اي حاجه. طب راح فين يا علي؟ طيب امشي، خبط الوحده بالعربيه. علي بيتك ايه عطل داخل عليا؟ هو علي بيجي كده ليه؟ بيقول لك انت خبطت واحده بالعربيه وعلي راح يعترف ويشيل القضيه. واو، ده خبر الموسم يا سامي، خبر الموسم. صحفيه مشهوره تقتل بدافع الغيره. واو يا بنت الايه كاميليا، هو ده كاميليا استغلال الموقف والذكاء. ايوه ايوه فعلا يا سامي، انا لاحظت في الفتره الاخيره ان انا مستوى ذكائي ارتفع. اه واضح واضح، بس بقول لك يا كاميليا إيه؟ انا اشتكك في الخبر ده. ها ها، انا اشتكك في الخبر ده. طبعا يا سامح، طبعا ده صاحبي وحبيبي يا سامح. تعهديني؟ عهدك. يا ننجح سوا؟ ينجح لوحدي. والنعم التاريخ معاوي. انت اللي جابك قدام العربيه. ايه ايه ايه؟ نصيبي يا اختي، نصيبي. اه ما كنتش اعرف ان دعوتي مستجابه بالشكل ده. منك لله يا صابر، منك لله. صابر مين؟ هو ده وعده يا اختي، هو ده وعده، وخليني في رجلي اللي مش عارفه احركها دي. اه انا عايزه الاسعاف، انا عايزه الاسعاف. قدامكم الجماعه ما بتش تربطوا غلابه. غلابه ايه؟ والله العظيم ما قصدي، انا ما انا كنت في حالي. هي اللي نطت قدام العربيه مره واحده وكانت بتتكلم في الموبايل. مش تاخدي بالك انت ماشيه، تاخدي بالك. خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين. انا خبطتني في رجلي المكسوره اهي. انت كدابه يا بنت الكدابه، وانا لمست رجلك اصلا. طب انا عايزه البوليس، انا عايزه البوليس. لا 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 لا، خلاص خلاص البوليس لا. انا تحت امر حضرتك، اللي انت عايزاه انا هعمله لك. مفيش حاجه يا اختي تقدر تعوضني عن رجلي ابدا. اعمل لك ايه؟ هجيلي انا اشوفهم قبل ما اموت. حسن انا اموت. لا تموتي؟ لا والنبي. ايوه يا اختي اموت، والحكومه هتجيب لي حقي اكيد، واكيد هيعدموكي. يعدموني؟ ده اقل واجب يا اختي، اقل واجب. ويا ريت ده هيشفي غليلي لو موت. في ايه يا انجي؟ علي فاضي. في ايه؟ انت بتستهبل يا علي؟ ما انا قلت لك على التليفون، شوف لك حل في المصيبه دي، شوف لك حل. انت مين يا نسا؟ انا المصيبه يا عسل. شوف الواوا، وريني كده. في ايه يا علي؟ انت هتتساير معاها؟ بتقول لك ممكن يعدموني. يا لهوي يا لهوي، اعدام اعدام ايه يا انجي؟ بس ما البنت سليمه ايه؟ يا رجلي. انا عايز البوليس، انا عايز البوليس. لا بوليس لا يا علي، بوليس لا. بص يا نسا، مليحه مليحه يا عسل. عسل في عينك يا بنت انت، ما تلمي نفسك. يا رجلي. بصي يا انسه مديحه، احنا مش هنوديكي المستشفى، بس احنا هنعالجك علاج احسن من في المستشفى. ايه ده ليه؟ هو انتوا دكاتره؟ لا بس هنجيب لك دكاتره. ايوه وكده اظن ابقى خلصت ذمتي. انا عايز البوليس يجي ويوضع الست دي ويعوضني. لعلمك بقى، لو البوليس دخل في الموضوع ده انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه، انت ما تعرفيش انا مين. استني بس يا انجي، انا هعوض. بس انت ما خبطتنيش يا عسل. تاني عسل؟ انت بتغزيني يا بتنتي؟ هتفرق معاكي ايه؟ ما هو انا ومراتي واحد. مراتك؟ ايوه يا اختي مراته. وبيقول لك انا ومراتي واحد. توجذر ها؟ عندك عطرة؟ يا خساره، انا الوقت هتكلم الوقت صبر. طب حس كده بقى، يبقى التعويض يبقى عالي، يزيد ما يقلش، وكل تكاليف العلاج عليك. اتفق. وبعدين يا عم هنتصرف ازاي؟ هقول لك في البيت يا انجي. يلا يلا انجي وعلي. امال فين البرنس علاء؟ الشرخيص. يا رجلي. يلا يا اختي تعالي اطلعي من هنا. انا ايه؟ يا ضهري. خير يا ست انجي؟ مين انت يا استاذ علي؟ يا اخويا بدل ما تيزل ما تيجي تشيل معايا. لا لا، انا ما حدش يشيل غريب يلمسني. شيل انت يا استاذ علي. نعم يا اختي، على اساس ان استاذ علي من بقيه عيلتك مش هتعرفني في العربيه. يا سلام، عاجبك كده؟ طب انا مالي؟ عامل ايه يعني؟ يعني ايه انت مالك؟ ما انت اللي شجعتها عملت تأنسها وتنام، اهي عايزاك تشيلها. مين الوجه الجديد ده؟ انت هتقعد تحكي شيل مع مغاوري؟ لا شيلوني بحنيه، انا ماما تعبت فيا. لا ما تتحمريش عليا، لاجل عينك الجلابيه. بس انت وهي، انا اللي هشيل الوليه. غطوني وصوتوا عليا. بتقولي ايه يا نج؟ ابدا يا حبيبتي، بقول سلامتك يا عنيا. مين دي يا ست انجي اللي بتقول لك يا انوج؟ قريبتك؟ قريبتي ايه؟ دي منظر واحده قريبتي؟ دي مصايب بتتحدث علينا. ماشي يا انوج. عندي بيت ام فاروق. هاي هاي الشجرات راحت مرقوق. هاي هاي بيتك انت. انا
انت شلت اللوز؟ من وانا قد كده، من وانا في ابتدائي. اه دي برضه ليها ميزه وعيب. ده يلعب. انت اسمك ايه؟ مديح. وانت؟ انا سمير. سمير يا حلاوتكم. تحبوا اجيبوا واحد ليمون اتنين شفاط؟ الحقيني يا رجاء. سمير لم نفسك. حبيبتي البنت مسكينه، دي مشكله. بس وبعدين انا امراض نسا زي ما حضرتك عارف، دي محتاجه دكتور عظام. جايبين لي دكتور نسا؟ ليه؟ هولد؟ ربنا ينشعك بالسلامه يا حبيبتي. طب والحل؟ الحل ان يجيبوه تودوه عند دكتور عظام احسن. انا اعرف دكتور عظام هايل، هجيبهولك. لا يا اختي انا كده ما اثقش فيكوا خلاص. في ايه يا بنت؟ هتعمري علينا؟ اهدي يا انجي. قومي يا سمير، قومي يا حبيبي، القعده دي ملهاش لازمه عندنا. قوم قوم يلا. ان شاء الله هتبقي كويسه. خلاص يا سمير. معلش اتلم يا بنت. ادعي سمير. ايوه اه. عايزه حاجه من بره؟ هتديها حقنا قبل ما نمشي ولا ايه؟ لا دي ما تحتاجش حقن، دي دي لنا احنا. باي باي يا انجي. باي يا علي. باي باي يا سمير. باي يا مزه. لبسنا المصيبه دي لوحدنا ولا ايه؟ مش عارفه يا علي، مش عارفه. عايزه ايه يا حبيبتي؟ طلباتك ايه غير المستشفيات والبوليس والكلام ده كله؟ انا اكلم خطيب هو يجيب لي دكتور كويس. خلاص كلميه وخلصينا. هاتي التليفون. اتفضلي لما نشوف اخرتها. فتح منين ده؟ من عندك. جرس. مازال الجرس. ها استل الجرس. الو. ايوه يا دي يا صاب. ايوه انا مديحه يا حيوان. يو بكلمك يا واد من نمره تانيه عشان ما خلصش الباق. يا معفنه. يا واد اقف في حته فيها شبكه. يخرب بيت الحوار اللي انت فيه. ايه يا واد؟ الو يا هترجع. ايه يا صابر؟ لا خبطتني عربيه تانيه. لا 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 غير بتاعه امبارح. ايه ده بتتخبط كل يوم ولا ايه؟ لازم نتعود نتعامل مع الناس دي. بقول لك ايه يا صابر، هات معاك الدكتور زينهم. ها يا واد فهمني، الدكتور زينهم يا واد بتاع العظام. ايوه عشان يجبس لي رجلي. ايه؟ عشان يجبس لي رجلي يا واد. الدكتور زينهم. فاكر الشارع اللي خبطت فيه الشهر اللي فات من الراجل المقاول؟ الحق يا علي دي متعوده دايما. ايوه يا واد اللي كلت فيه العلقه. ايوه هو ده العماره بقى اللي فيها السوبر ماركت. اسال بقى على الاستاذ علي والاستاذه انشي. ايه يا واد؟ هات الدكتور زينهم معاه، وبهات لي البتاع الزبادي اللي بالقراصيه الجديد ده، حلو قوي. هات الدكتور زينهم. ماشي يلا مستنياك يا صاب. سلام. انجي انت لبستي خابور هندي. بس يا علي ما انت لبسته معايا. لا التليفون. سلام يا صاب.